نشفع ونصلي يا يسوع الغالي، نتشفع ونصلي يا يسوع الغالي، حتى نشوف بلادي سبح لك يا الفادي، حتى نشوف بلادي سبح لك يا الفادي. نتشفع ونصلي يا يسوع الغالي، نتشفع ونصلي يا يسوع الغالي، حتى نشوف بلادي سبح لك يا الفادي، حتى نشوف بلادي سبح لك يا الفادي. يا ربي العالي بلادي بنيديك، أكنستك تنادي بلادنا محتاجة ليك. يا ربي العالي بلادي بنيديك، أكنستك تنادي بلادنا محتاجة ليك. كل مدنة تولي ليك وحدك وحدك يا مالك، كل مدنة تولي ليك وحدك وحدك يا مالك. نتشفع ونصلي يا يسوع الغالي، نتشفع ونصلي يا يسوع الغالي، حتى نشوف بلادي سبح لك يا الفادي، حتى نشوف بلادي سبح لك يا الفادي. نتشفع ونصلي يا يسوع الغالي، نتشفع ونصلي يسوع الغالي، حتى نشوف بلادي سبح لك يا الفادي، حتى نشوف بلادي سبح لك يا الفادي. نتشفع ونصلي يا يسوع الغالي، نتشفع ونصلي يا يسوع الغالي، حتى نشوف بلادي سبح لك يا الفادي، حتى نشوف بلادي سبح لك يا الفادي. بارك وثتي حاكمان يا لي ونسي سميس، قال الحق قول انسان كنا يضروا لفغيش. بارك وثتي حاكمان يا لي ونسي سميس، قال الحق قول انسان كنا يضروا لفغيش. ديش نطفاي ون ايا يلي ذنت خلقيت، ديش نطفاي ون يا يلي ذنت خلقي. تسي سميك ذندها يا سوع علي، تسي سميك ذندها يا سوع علي، تموتي ورما والا يا يلي ذث بندل، تموتي ورما والا يا يلي ذث بندل. تسي سميك ذندها يا سوع علي، يسميك ذندها يا يسوع علي، تموتي ورما والا يا جلي ذات بدل، تموتي ورما والا يا جلي ذات بدل. الزلف الأول، موضوع اليوم الله معنا. أنا شخص أخدم كثيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكثيرا ما أتواصل مع إخوة مسيحيين يعيشون في بلدان عربية مختلفة، ويقولون أنهم لا يمكنهم أن يعيشوا حياة مسيحية لأنهم يعيشون في مجتمع غير مسيحي، وآخرون يقولون أن عائلتهم ليست مسيحية فلذلك لا يمكنهم أن يعيشوا حياة مسيحية، وأنا أتفهم ذلك وأتعاطف معهم، لكن أن نعيش حياة مسيحية فذلك غير مقيد لا بالمكان ولا بالزمان. فلو نأخذ على سبيل المثال حياة السيد المسيح، فهو عاش في بلد غير مستقر لا أمنيا ولا اقتصاديا، وتعرض إلى كل أنواع الاضطهاد ومن كل الجهات، أولا من طرف رجال الدين، ثانيا من المجتمع ومن السلطات الرومانية، فهو المثل الأعلى للشخص المضطهد، كما تعرض أيضا أتباعه لنفس المصير. ولذلك قال في إنجيل لوقا الإصحاح 23 الآية 31، فإن كانوا قد فعلوا بهذا الغصن الأخضر فماذا يجري لليابس. وكان لهؤلاء التلاميذ أو الرسل الاثنى عشر مسيرة طويلة بعد المسيح،
كان سببا في انتشار الديانة المسيحية ووصول تعاليم ومعجزات يسوع المسيح إلى كل أنحاء العالم. فما كانت نهاية هؤلاء الرسل وأين ذهبوا؟ وهذا ما نحاول أن نعرفه اليوم. أولا نبدأ بالرسول يعقوب، استشهد بقطع الرأس بالسيف على يد الملك هيرودوس لرفضه نكران إيمانه بالمسيح. ونأخذ أيضا الرسول بطرس، عمل بطرس في الوعظ والتبشير لمجتمعات متفرقة من المسيحيين وصلب بشكل معكوس لرفضه نكران المسيح. متى استشهد في إثيوبيا وقد مات بالسيف تقطيعا لرفضه نكران المسيح. يوحنا تم إلقائه بالزيت المغلي ولقد نجا بطريقة عجيبة، ثم حكم عليه بالسجن بجزيرة بطمس وهو المكان الذي كتب منه سفر الرؤيا. نثنائيل استشهد بأرمينيا متأثرا بجراحه نتيجة الجلد لرفض نكرانه الإيمان بيسوع المسيح. أندراوس استشهد صلبا في اليونان بعد أن جلده 7 جنود وصلب بعدها لإطالة فترة التعذيب، واستمر يعظ وهو على الصليب حتى مات رافضا نكران المسيح. توما استشهد طعنا بخنجر في الهند وهو يبشر بالمسيح. سمعان القانوي التحق بزميله يهوذا للتبشير في بلاد فارس وإرمينيا حيث قتل هناك في سبيل إيمانهما. يعقوب بن حلفي قتل على يد اليهود لمهاجمته الشريعة اليهودية. فيليبوس حمل بشرة خلاص إلى بلاد فارس وآسيا الصغرى، استشهد مصلوبا بعد أن أثار عليه الوثنيون. يعقوب بن زبدي إحدى الاثنى عشر والأخ الأكبر ليوحنا الرسول، وقد ترك مهنة الصيد وتبع يسوع ويذكره الإنجيل دائما مع يوحنا رفيقه، ونجده بعد الصلب مع غيره من الرسل في الجليل وفي أورشليم، وختم شهادته بالموت لأن هيرودوس الأول أمر بقطع رأسه. تداوس استشهد بقطع الرأس بعد أن رجم وهو مصرا على إيمانه بالمسيح. الرسول بولس عذب كثيرا وخير بين نكران المسيح والحياة، لكنه اختار الموت على اسم المسيح وقطع رأسه على يد الإمبراطور نيرون. واضطهاد المسيحيين يعود إلى العصور المبكرة، فلقد عاد المسيحيون بسبب إيمانهم من الاضطهاد في عصور مختلفة تاريخيا وحاليا على حد سواء. والمسيح قال في إنجيل يوحنا الإصحاح 15 من الآية 18 إلى الآية 21: إن أبغضكم العالم فاعلموا أنه قد أبغضني من قبلكم، لو كنتم من أهل العالم لكان العالم يحب أهله، ولكن لأنكم لستم من أهل العالم بل إني اخترتكم في وسط العالم لذلك يبغضكم العالم. الرب يحفظكم.